فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وإياكم والحرير، هذا تحذير من الحرير، وقد سبق أنه حرام على الرجال من هذه الأمة. نعم، قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه وقال: لا تلبسوا من الحرير إلا ما كان هكذا، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعيه. نعم، فلبس الحرير الخالص أو الممزوج بغيره إذا كان الظهور للحرير حرام على الرجال، إلا في الأحوال المستثنات كما سبق، يعني يلبسه لشدة الحكة والحساسية، أو أن يلبسه في حالة القتال مع الكفار إظهارا للقوة، أو يلبس منه ما كان قدر ثلاثة أصابع أو أربعة أصابع، طراز على الثوب وعلى الفرة، فهذا مرخص فيه. نعم، أحسن الله إليكم. وقال أحمد: حدثنا موسى حدثنا، وقال أحمد: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا زهير، حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال: جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن فرقد، إياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبوس الحرير وقال: إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه، وهذا ثابت على شرط الصحيحين. نعم، هذا بمعنى الحديث السابق، كتب به عمر رضي الله عنه إلى واليه في المشرق ينهاهم عن التنعم وعن زي الأعاجم وعن لبوس الحرير. نعم، وعن لبوس الحرير إلا كما سبق، إلا ما استثناه الرسول من الطراز في الثوب أو في الكم أو في الجيب أو على الفراء أو على البشوت، فإنه مباح إذا كان بقدر أصبعين، وفي بعض الروايات ثلاث أصابع أو أربع أصابع بهذا القدر.